بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم من يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأن العقل لا يقبل؟ نسأل الله العافية. هذا إلحاد والعياذ بالله، اللي يقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء لا يقبله العقل هذا ملحد، نسأل الله العافية. إلا إن كان جاهلا ويقلد الناس اللي يقولون يقلدهم هذا يبين له، ما إذا كان عالما ومتعمدا لهذا أنه يقدم العقل بزعمه، يقدم العقل بزعمه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إلحاد. العقل الصحيح السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، هذه قاعدة. يقولون، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. أما أن يكون عقل صريح ونقل صحيح لن يختلف أبدا، هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم.